السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم غادي نقدم معكم واحد ديسير ونسميوها تحلية لرمضان إن شاء الله بعد صلاة التراويح ولا في المغرب. كتجي لذيذة بزاف بالطعم ديال الكراميل. غادي ندوز نقول لكم المقادير. عندي هنايا مقادير على جوج مرات. عندي هنايا نص سطر ديال الحليب، وعندي كذلك معلقة ديال هادي منشا مايزينا، وعندي نص كاس نتاع السكر السنيدة. يعني هادو سميتو الطبقه الاولى. الطبقه الثانيه كذلك عندي نص كاس نتاع السكر السنيده. عندي هنا واحد جوج معالق كبار ديال الفول السوداني الكاكاوات، زائد واحد نص معلقه كذلك ديال الدقيق نشا، واحد معلقه الزبده. انا من بعد غادي نحطهم لكم هنايا. غادي ندوز على بركه الله فوق النار. فوق النار خديت واحد الكاسرول ودرتها فوق العافيه مهيله، وغادي ندير فيها داك نص كاس نتاع السكر السنيده اللي قلت لكم، وغادي نخليه حتى يرجع لنا كراميل. يعني ما غنحركوه ما حتى شي حاجه، غادي نخليه فوق عافيه مهيله حتى سميتو حتى يرجع لنا كراميل ونطلقه ان شاء الله. انتما كتشوفوا السكر ديالنا هو هذا، بدا كيرجع لنا كراميل. غادي نخليوه يزيد شويه في اللون، لحقاش هذا اللون مازال ما وصلناش للدرجه اللي بغينا. يعني خصنا نحسو بالمذاق ديال الكراميل حيت نبقاو ناكلو في هاد الديسير هذا بهاد الطريقه. نتوما كتشوفوا انا راني ناقصه العافيه بزاف باش ما يتحرقناش عاوتاني ويجينا مار. اي حاجه كيخصنا نعطيوها وقتها، ما نزربوش عليها باش تتجينا لذيذه. صافي، المهم ها هو اللون انا اللي بغيت. غادي ندوز دابا نضيف عليه داك نص سيترون تاع الحليب بحال هكا. بعد ما ضفت الحليب راه تحجر لينا داك الكراميل، راه عادي يعني رجع لنا بحال هكا يا قاصح. راه عادي بيد ما يسخن الحليب تما راه غادي الكراميل تذوب. غادي نخلي انا تذوب الكراميل ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا ها هي راه تحجرات لينا، رجعت لنا بحال هذا الشكل. يعني راه عادي، غادي نخليوها تذوب مع الحليب. صافي، ها نتوما كتشوفوا صافي راه ذابت لنا ديك الكراميل مع الحليب كيف ما قلت لكم. يعني ما بقاش الاثر ديالها تيبان، وها نتوما تتشوفوا اللون ديال الحليب ديالنا تيرجع بحال ليو شوكولا ولا بحال كافيولي. ها نتوما كتشوفوا يعني تيكون اللون ديالو بحال هكا. انا غادي ندوز دابا باش ندير ليه النشا. كيف ما قلت لكم راه داب لينا داك الكراميل في الحليب. انا هنايا خديت قبيله من داك نص سيترون تاع الحليب، خديت واحد نص كاس وخلطت فيه داك معلقه ديال هادي ديال النشا يعني ديال المايزينا. دابا غادي ندوز نبقى نخوي بحال هكا على الخليط وتنحرك يعني غير بشويه باش ما يتكتلناش داك النشا بحال هكا. يعني غير بخويط، الا خوينا هو بودغ كاع غادي تحبب لنا هنايا في هذا مع الحليب سخون، غادي تكور لنا هنايا وما غاديش يجينا زوين. صافي بحال هكا نتوما كتشوفوا، يعني راه حنا حسينا به بحال تقل شي شويه. صافي ها نتوما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش تيرجع، يعني تيختار لنا شويه وتنبقاو تنخليوه شويه فوق النار واحد 3 ديال الدقائق، وحنا تنحركو فيه بحال هكا حتى 4 ديال الدقائق باش داك النشا تيعقد مع الحليب. صافي دابا غادي ندوز باش نخوي في الكويسات. في هذا الاثناء وجدت الكويسات ديالي ديال لي فيغين، فاش غادي هذا نحط هذه التحليه ديالي. غادي ندوز بحال هكا بسم الله، وغادي ناخذ الكاس. المهم نحاول انني ما نقيش الكاس يعني نطليه. بحال هكا صافي، غادي نخليه بحال هكا ما نعمروش بزاف، لان راه مازال غادي نضيف له ديك الطبقه الثانيه. صافي بحال هكا غادي نكملهم انا التعمار كاملين ونطلقاو ان شاء الله.
ها انتوما كتشوفوا بعد كيف ما قلت لكم عمرتهم، غير نصف الكاس غادي نخلي الاخر للطبقه الثانيه، وغادي نخليهم غير هنايا يعني عندي في الكوزينه حتى يبردوا واحد الشويه، عاد ندخلهم الثلاجه. ما ندخلهمش وهما سخونين هكا للثلاجه، لحقاش يقدر الكيسان يطرطقوا ان السخونيه والبروده يطرطقوا لنا الكيسان، ولا مهم نخليهم حنا حتى يبردوا يدفوا، وديك الساعه عاد ندخلهم للثلاجه. بعد ما ندخلهم للثلاجه غادي نتلاقاو باش نشوفوا الطبقه الثانيه ان شاء الله اللي غادي نديروا عليهم. بعد ما خليت البنات هذوك ديال الكراميل كيبردوا، خصهم حتى يبردوا عاد ندوز لهم الطبقه الثانيه. دابا دزت باش نقدم معكم واحد الديسير اخر اللي حتى هو كيجي لذيذ. المهم غادي نبداو كذلك حتى هو جوج طبقات، طبقه ديال الحليب وطبقه نتاع لورانج يعني جي دورانج. عندي هنايا كيف ما قبيله نص سيترون نتاع الحليب، وعندي كذلك نص كاس نتاع السكر السنيده، وعندي معلقه ونص ديال الدقيق النشا. المهم غادي نحتاج في هذه الطبقه الاولى معلقه ونص، وفي الطبقه الثانيه كذلك نحتاجوا المعلقه، وغادي نحتاج جوج نتاع سكر فاني بحال هكا، جوج نتاع الشاصيات ديال السكر فاني. غادي ندوز دابا بسم الله في انكا فادي في واحد لاكاسرول، غادي نوضع الحليب داك نص سيترون تاع الحليب، هادي غادي نوضع كلشي في دقه، وغادي نوضع كذلك نص كاس نتاع السكر السنيده بحال هكا. والحلاوه مهم تتبقى اختياريه، تقدو كاع تستغناو عليها، اللي ما كيبغيش السكر يقدر يستغنى عليها ما يديروش، ولا اللي كيبغيه مسوس ينقص، اللي كيبغيه حلو يكثر. المهم السكر كيبقى على حسب كل واحد وشنو بغى. وغادي نضيف كذلك هاد جوج نتاع الشاصيات ديال السكر فاني، وهنايا غادي ندوز نضيف ديك معلقه ونص كيف ما قلت لكم ديال الدقيق النشا بحال هكا صافي. وغادي ندوز نحرك هادشي ونديرو فوق النار، وكذلك حتى هو فوق نار مهيله، وضعنا هاد الحليب مع دقيق النشا والسكر فاني، وغادي نبقاو نخلطو بحال هكا غير بالمهل حتى نحسو به حتى هو عقد لينا. وبالنسبه لهذا المنسم الا ما بغيتوش ديروا الفاني، ديروا داك يعني الزهر، داك ماء الزهر يعني، هو تيتمشى بصراحه مع الليمون تيجي زوين، واللي ما بغاش يدير غير سكر فاني بحالي. المهم كل واحد يدير اللي بغا، كيف ما قلت لكم حتى هاد التحليه هذه كتجي لذيذه وكتجي زوينه مع هاد الشهر هذا رمضان ان شاء الله. تنكونوا تنستهلكوا بزاف نتاع هاد الانواع هادو نتاع يعني نتاع التحليات، اما السحور اما المرسلات التراويح. غادي نتسنى عليها حتى تعقد ليا ونطلقها ان شاء الله. صافي هو الحليب ديالنا عقد يعني بحال الطريقه ديال قبيله، يعني ها هو صافي عقد. دابا غادي ندوز كذلك نضيفو حتى هو في الكويسات. صافي خديت كذلك كويسات حتى هما ديال لي فيرين، وغادي خديت داك الخليط نتاعي خويته في هاد الكويس هذا باش حيت نخويه ما نقيش، كذلك نحاول انني نخوي في الوسط باش ما نوسخش الكاس، باش حيت ندير الطبقه الثانيه يكون الدريساج ديالنا نقي بحال هكا. حتى هما بحال قبيله غير نصف الكميه، ما نعمروش حتى الفوق. هنا عمرت هادو ديالي عاوتاني بالحليب يعني ونشا، غادي نخليهم حتى يبردوا ليا يشدوا في راسهم، عاد ندوزو عاوتاني كذلك نصاوب لهم الطبقه الثانيه كيف ما قلت لكم اللي بالليمون. غادي بعد ما يشد ليا هذا غادي ندوز باش نوريكم المقادير نتاع الطبقه الثانيه. دابا غادي نخلي هذا كيف الاول حتى يبردوا ليا يشدوا راسهم شويه في غير في المطبخ، من بعد عاد ندخلهم للثلاجه يشدوا راسهم مزيان ونطلقوا ان شاء الله. بعد ما بردوا لنا دوك لي فيغين ديال الكراميل، دابا غادي ندوز نصاوب لهم الطبقه الثانيه كيف ما قلت لكم، نص كاس نتاع السكر السنيده، واحد جوج معالق كبار نتاع الكاكاويط هكا يا فول السوداني يكون مقلي بحال هكا، وواحد معلقه صغيره ديال الدقيق النشا، ومعلقه صغيره كذلك ديال الزبده. هادشي اللي عندنا غادي ندوز على بركه الله فوق النار. غادي نوضع داك كاس نص كاس نتاعي نتاع السكر السنيده. صافي بعد ما وضعت هذيك هذيك السنيده فوق النار، غادي نخليها ترجع كراميل يعني حتى ترجع لنا بنيه، ترجع لنا كراميل ما نحركوهاش
نخليوها في البوطه مهيله تترجع لنا كراميل ونطلقها. بعد ما ارجع لنا داك السكر كراميل كيف ما كتشوفوا، غادي ندوز نضيف ليه لي كاكاويت نتاعنا بحال هكا، ونضيف ليه كذلك ديك معلقه نتاع الزبده. بعد ما خلطت كما شفتوا الزبده وهذا، درت واحد معلقه صغيره ديال النشا هنايا في واحد جوج معالق ديال الحليب، وغادي نحركها باش ندوز نضيفها هنايا على هذا الخليط هذا كيف ما كتشوفوا بحال هكا. يعني كيف ما قلت لكم، واحد جوج معالق نتاع الحليب كبار مع معلقه صغيره نتاع النشا، صافي بحال هكا. يعني ها هي الطبقه الثانيه وجدت لينا. انتما كتشوفوا تنبقاو ناخذوا معلقه صغيره بحال هكا تنعمروها بالخليط ما بين الكراميل والكاكاويت، وتنجيو تنوضعوه فوق لا فيغين ديالنا اللي راها بارده شدات راسها. يعني واحد الديسير اللي تيجي لذيذ بزاف الحقيقه اللي عشاق الكراميل، هاد الديسير هذا راه غادي يعجبهم بزاف بزاف لانه تيجي زوين بزاف. صافي هنا درت لهم الطبقه الثانيه كيف ما كتشوفوا، في الصراحه تيجيو لذادين بزاف. ندخلوهم يبردوا، بعد ما يبردوا هانتوما كتشوفوا بعد ما يبردوا غادي نوريكم كيفاش تيكونوا. دابا غادي ندوز ندخلهم يبردوا، دابا غادي ندوزوا باش نشوفوا كذلك الطبقه الثانيه ديال تحليه الليمون اللي كنا درنا بالحليب، وغادي نديروا لها الطبقه الثانيه بالليمون. عندي هنايا جوج كيسان ديال عصير البرتقال، وعندي واحد سكر فاني، كذلك معلقه ديال الدقيق نشا، وعندي هنايا حبات نتاع الفريز، وعندي واحد المونغ. مهم الفاكهه كتبقى اختياريه، كل واحد يدير اللي بغا، ديروا البنان ديروا كيف ما تنقول لكم، وتنعاود اي حاجه التفاح. يعني تقدو تكتفيو غير بالبنان والتفاح، تقدو تكتفيو كذلك غير بالاخر غير بالتفاح ولا غير البنان، ماشي ضروري هاد الفاكهه اللي عندي انا. انا غادي ندوز نقطعها الى مكعبات رقاق ونطلقاو. دابا تنبقى نقطعو كيما قلت لكم الى مربعات رقيقه بزاف بزاف، يعني ما خصوش يكون غليظ، خصو يكون رقيق بحال كيف ما كتشوفوا بحال هكا. يعني كيما قلت لكم اي فاكهه عندكم غادي نقطعوها رقيقه. غادي ندوز كذلك نقطع حتى انا لي فريز، غادي نخلطو معاهم حتى هو يتقطع رقيق. صافي انا قطعت الفاكهه اللي عندي، غادي ندوز دابا في كاسرونه، غادي نضيف دوك جوج كيسان اللي عندي ديال عصير الليمون بحال هكا. كنت ضايفه فيهم انا واحد معلقه ديال السكر السنيده باش تذوب ليا ما تبقى ليش هنايا خشينه في هذا بحال هكا. ونضيف سميتو سكر فاني، صافي. ونضيف كما قلت لكم معلقه كبيره ديال الدقيق النشا، انا عندي هنايا غادي نضيف جوج معالق صغار ولا معلقه كبيره بحال هكا. صافي غادي نخلطو ونديرو فوق النار. انتما كتشوفوا يعني فاش تنديروا داك النشا بحال تيبهات، ولكن ملي كيبدا يعقد راه تترجع في اللون ديالها. صافي غادي نخليها بحال هكا حتى تبدا تعقد ليا شويه. صافي ها هو كيف ما كتشوفوا راه عقد ليا داك الليمون، يعني انتما كتشوفوا الكولور ديالو هي عاد دات. غادي نخلي هنايا غير واحد شويه بيد ما دزت للجهه الاخرى. هنايا ها انتما كتشوفوا راني خلطت داك المونغ مع الفريز، وانتما كيف ما قلت لكم تقدوا ديروا اي فاكهه عندكم. غادي ندوز ناخذ بحال هكا معلقه صغيره من كل من هاد الفاكهه هذه، وغادي ندوز نضيفها هنايا لهاد الحليب اللي راه برد عندي بحال هكا. يعني معلقه صغيره، نحاولوا اننا ناخذ من كل حاجه، ولا نكتفيو غير مثلا بالفريز ولا غير كما قلت لكم راه الفاكهه كتبقى اختياريه، واللي موجود عند الواحد في الدار ماشي ضروري نقولوا هذه ولا هذه، لا اي فاكهه عندنا ولا اي فاكهه كنبغيو نقدو نستعملوها، ماشي ضروري كما قلت لكم كنأكد عليها. صافي بعد ما قديت داك الفاكهه اللي درت فيهم كيف ما كتشوفوا،
ها هو داك الليمون خديته درته في واحد الغراف هنايا باش يبرد ليا شويه ويجيني باش حيت نكون كنخويه في الكيسان ما يتطلعوليش. دابا غادي ندوز بسم الله غادي نخويه بحال هكا كيف ما كتشوفوا يعني حتى الفوق صافي. بعد ما نكملو غادي ندخلوهم للثلاجه كيف ما قلت لكم حتى يبردوا. وبصراحه هاد الجوج ديال الديسير اللي عطيتكم تيجيو لذادين بزاف بعد ما تيبردوا لينا تيجيونا زويونين وسهلين وفي متناول الجميع يعني ما فيهمش شي مقادير صعاب ولا شي حاجه اللي ما كايناش. انتما كيف ما كتشوفوا لا في الديكور ولا في المذاق تيجيو كما قلت لكم لذاد. صافي هادشي اللي كاين. غادي نحاول انني ندخل واحد الفريزه خرجات بحال هكا لحقاش بنين تنكونو تنديروهم تنبركو على داك سميتو ولا شفنا شي وحيده شي هكا فاكهه طلعت ولا نبركو عليها بالمعلقه بحال هكا صافي كترجع تشد بلاصتها. صافي هادشي اللي كاين. المهم انا غادي ندخلهم يبردوا مع الاخرين حتى يبردوا ونتلاقاو باش نشوفوا الاطباق ديالنا لي فيغين ديالنا كيفاش غيكونوا في الشكل النهائي ديالهم. هما لي فيغين ديالنا بعد ما خرجتهم من الثلاجه ها كيفاش كيجيو انتما كتشوفوا تيجيو على هذا الشكل هذا كيجيو شادين راسهم صراحه تيجيو لذاد. هذا راه ها انتما راه شوفوا كيفاش كيجي تيجي شاد في راسو صراحه تيجي لذيذ. نتمنى تجربوه ويعجبكم. وهذا كذلك ديال الكراميل حتى هو اللي درنا حتى هو تيجي في المذاق غزال بزاف وحتى هو هانتوما كيفاش كيجي تقريبا كيجي بحال داك الفلان كراميل. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم وما تنساوش اللي عجبكم البنات الفيديو ما تنساوش لي لايك نتاعكم والى فيديو مقبل ان شاء الله. بسلام عليكم.